وانت اصلا ماسك كاميرا وبتاع كانك سايق. ايه يا ريس؟ حيث يقع احد اروع المعابد المحصوره الساحه الدم اللي بيننا هو اللي هيقربنا. مرحبا بكم في بلد العجائب مثل والاسرار الغامضه، المصدر الاغنى بالكنوز الاثريه في العالم كله. احنا اليوم في بلد فيها تاريخ وثقافه كبيره والملايين من الكتب ألفت عنها وباش بناخذوا فيها 20 عام كامله، من الهرم الاكبر في الجيزه الى الاقصر والنوبه والناس الطيبه. يعني مالي انا شيء جمان ووردك مش حاجه سهل، اصعب شغلانه دي. رح نديكم في رحله عبر المعابد القديمه. احنا موجودين في بيت الاله امون، امون هو اله الشعب. الاسواق الملونه والاكل لذيذ في كل مكان. صاي باكستان نزلت المرتبه الثانيه في ستريت فود. وشواطئ الرمليه الخلابه، وشوفوا البحر الاحمر المرجان اللي فيه. اعطونا لايك، خلونا نبدأ مغامرتنا في مصر. السلام عليكم يا قاهرة. مصر دولة تقع في الشمال الشرقي الإفريقي، عدد السكان فيها أكثر من 100 مليون نسمة. من مطار الجزائر العاصمة سنقلع إلى مصر. طيارة ليها خذت لي 3 ساعات ونصف، ورتبت رحلتي كاملة عن طريق موقع زورو مصر بحكم الأسعار القوية اللي فيه بتنافس موقع بوكينج. الشقة اللي راح نقعدوا فيها هي سويت كبيرة. نعم، بلكونة طملو على البحر تاع القاهرة، ومش بحر لكنه النيل هو نهر مهم جدا في مصر شريان الحياة تاعهم. هنا الشقق كل ما عاد عندها إطلال على النيل تكون غالية، وكاينين البناية تاعهم هذيك القديمة بارابولات، يعني الشكل تاع الأول تاون الأول سيتي تاع الناس البسيطة كيفاش عايشة في القاهرة. هذه هنا الغرفة تاع الضيف تاعي اللي راه يصور الآن. كيما على بالكم درت بوست هذاك النهار، قلت باللي نحوس على مرافق يصورني. ماذا بيا في كل حلقة تكتبوا لي لا صور مليح ولا لا، راك تسمع روحتي تاعي أنا يعني كيفاش ندير. هنا يرقد الأستاذ خوبي. أول حاجة نبداو بها فطور الصباح، أنا جيعان ميت. قبل ما نمشي كل بلاد عندي حاجات كثيرة نعرفها عليها، معلومات سبقية. مثلا على مصر كانوا يحكيوا لي على الفطور تاعهم، يعتبر وجبة رئيسية اللي ما يقدروش يفرطوا فيها. جزائري مهما الكرة بعدتنا احنا برضك اخوان. المليون شهيد دم اللي بيننا هو اللي هيقربنا من بعض. وانت اصلا ماسك كاميرا وبتاع كانك سايح، انت ابن بلد اصلا. ايه يا ريس؟ هات يا عم بتاع يا عم كملوا بتاع. حابين تشوفوا الفطور المصري كيفاش يكون؟ شوف معايا. في مصر طاولة الفطور لازمها تتعمر. تتعمر معناها تتعمر. أول شيء هذا فول مصري، وهذا هو الطبق الشعبي المصري الأول. عندنا هذه هنايا فول اسكندراني. على اسكندراني لأنه الزيت تاعو حار، حار شوية. عندك هنا خبز تحم الرغيف، بنقطع الخبز على شكل ودن القطة، نعمله كده هكا. أيوة بالظبط صح كده. وناكل على طول. هيا روح اضرب. كلت ودن القطة تمام صح كل. يلا هبالة هذه يعرف يضرب. الأكلة الشعبية الثانية عندنا الطعمية. حابين تعرفوا الطعمية المصرية كيفاش تخدم؟ شو معي مكونات تاعها وشو الطعمية؟ لا فول مبلوش متشوش، كرات مصري، ثوم مصري، بصل مصري، فلفل حامي مصري. جزائري هذا جزائري جزائري. كله يتحط يتقطع ويتحط على بعضه في المفرمة دي العجيز، وعليها كزبرة ناشفة وزيت حامي، وتحط في الزيت. لازم النار تكون قاوية، والشيف ايضا خاصو يكون قوي يتحمل الحراره. يكعبروها يكعبروهم بعد يحطوها في الزيت تتقلى، لازم كميه كبيره. الوقت لازمها باش طيب لا كي بتاع 5 دقائق وبس. بعدها خلاص توجد يحطوها تيح. بعد ما يغليوا الطعميه في الزيت يحطوها في وسط خبز للرغيف وسخن طالع من الفرن. من الفرن المصري اهو حس جزائري. يزدونها شويه توابل هكا وبهارات سلطه صوص ويعطيها لك. اللي يحب ياكل باذنجان يزيد له باذنجان، اللي يحب الحار يزيد له الحار. جربوا الطعميه بسم الله. مليحه. عندنا كمان من الاكلات الجميله الحلوه المسقعه المصري، بتنجان صوص طماطم، نحط عليها كمان شرائح من البطاطس، نحط كمان بعض التوابل. اغرز جامد زي المصريين. هذا باذنجان. باذنجان، باذنجان شرائح صغيره. خش بقى على ايه احلى اكله واجمل اكله، هذا الباذنجان المصري. المصري الله عرفت رايك. هذا الفيديو احسبوا لي شحال كلمه مصري ذكرت. تحدى كل الناس ان احنا الله. ما يوجد مثل هذا الاكل الا غير في مصر فقط فقط فقط. عندنا كمان شكشوكة كيتها في قطر. هذه ودن القطة نفس القصة نفس القصة ودن القطة. فطور مصري بودن القطة. بسم الله. عندنا كمان بطاطس مسلوقة حط عليها مايونيز. أكثر الأطفال المصريين بيحبوا هذه الأكلة لأنها سهلة جدا في الهضم. بان كارانتيكا بطاطا مفرومة بالظبط.
يعني طعمه نفسه اللي كاين في العالم كله. عندنا كمان بابا غنوج بتنجان مشوي، شيل منه الطبقه الخارجيه ونحط عليه طحينه زي اللي احنا شايفينها ديت. هو ضرب الدخان منينو مليح تاكلوا بعد الحار يلطف الجو شوي. هنجرب الطحينه وهي من زيت السمسم وبنحطها على كل الاكلات المصريه. ايوه بسم الله. ايوه طعمها طعم حلو الترك شغل دايبه. عندنا كمان طماطم بالدقه قويه جميله مليحه بالزرع. دي بنقول عليها سلطه، شرائح الطماطم مصريه، كل الاكلات مصريه. لحد الان فطور 10 على 10 بنين صحصح. كي تكونوا في جماعة تحكي وقت طع 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 من كل حاجة شوية تخلصوها. ولازم بعد كل هذا الفطور نشرب بشاي كوشري. نشرب الشاي تاعي باش نمسحو، بعدها نروح نشوفو مكان ثاني عبالي راح يعجبك. لازم أي واحد يدخل مصر يبدأ به. هذا المكان عنده تاريخ كبير قرينا عليه ملي كنا صغار. نظنكم عرفتوا المكان. تقف شامخة بتناسق المثال وتخفي أكثر الألفاظ التاريخ. أهرامات كنت متشوق باش نشوفها. إنها واحدة من عجائب الدنيا مبنية في منطقة اسمها الجيزة، تسمى أيضا منطقة الأموات. مرحبا بكم في أهرامات الجيزة. لحد الآن مازال سؤال مطروح واللغز قائم عليها، من بناها وكيف ومتى ولماذا؟ هذه الأهرامات مصرية ولا مش مصرية؟ أهرامات من الجزائر. الأهرامات عددها فوق 118 هرم وكلهم موجودين هنا في ولاية واحدة أو محافظة واحدة اللي هي الجيزة، لكن عندنا هرم واحد هو اللي من عجائب الدنيا السبع، هو هرم الملك خوفو أعظم الملوك الدولة القديمة. معروف أن الأهرامات هي الوجهة رقم واحد في مصر، لهذا يكثر الباعة حولها ومنهم يرفعوا الأسعار بطريقة جنونية واستغلوا السياح بطريقة سيئة. لهذا ارتأيت أني نحجز الجايد ماهر عن طريق موقع زورو مصر، من جهة يحميك ومن جهة يحكي لك التاريخ ويثري الجولة. كي دوكا راني طالع فوق الهرم تاع خوف، كاين دروج هنايا، الحجر كيفاش كبار، حجر هكا وحجر هكا، حجر هكا وحجر هكا، يعني انثى وذكر. وباش بناو خذاو فيه 20 عام كامله، حوالي 128 الف عامل. طول تاع الاهرامات لما بناوها 148 متر دوكا ولا 137. علاه؟ لانه في الفوق كانت عندها قبه، كاين يقول لك كانت قبه ذهبيه وسرقوها، كاين يقول كان دار زلزال ورابت، وبزاف اساطير تحكي عليها، لكن لحد الان ما كانش قصه واضحه وحقيقيه عليها. اوكي راني دخلت هنايا، تمتيك تاعك وتدخل، وكل ما تمشي كل ما تضيق الهواء ينقص. درك هذا الهرم بانيين حجره بحجره، ما كانش مواد بيناتها، يعني ما كان لا سيما، ما كانش هذوك المواد تاع البناء. الناس راهم يجيو ومشتاقين للهواء. قام دينا معايا نستناو في الناس يخرجوا بعد باش نقدروا ندخلوا هنا. الهرم كاين حفره، راه خليفه عباسي المامون. بدينا الصعود وكان لازم علينا نباطحوا ونطلعوا فوق حطبه. اوبا شو الطلعه كيفاش فوق حطبه باش نوصلوا لاعلى الهرم. صح صح هو ما كانش على بالك والله غير دوخ. الممر كان ضيق جدا ومع ضيق تنفس. دوخ الطلعه كيفاش فوق حطبه كيفاش حفروها ما نعرف. ويتسع لشخص واحد فقط عند الصعود او النزول. ظهرك يتعوج باك تبقى تطلع والناس راهم يستناو فينا، يستناو فينا باش نطلعوا يعاودوا يهبطوا. كاين واحد لتحت يعيطوا يقولوا زربوا طلعوا. شوف شو الغاش. ايوا ولا بيدي مثلا. بعد مده قصيره وصلنا للغرفه لكن ما كانتش النهايه. شوف دوكا كيفاش رايح عليها السقف، شعور مش نورمال، شعور راك داخل في متاهة وحاجة جديدة جامي تجربها في حياتك. وكل ما كنا نتقدمو كان صدر يضيق. اوه ما بقاش درجة الاخرين. شوف شوف نطلعو سمنا نهبطو تاني. عبالك علاش داروها كيما هكا فتحوها؟ لانه هنا شكون مدفون الملك تاعهم ولازمك تركع له. شغل ضيقوها ضيقوها ضيقوها. اوبا سخانة مش نورمال، ما كانش الهواء خلاص. هاد الغرفة كلها مصنوعة من حجر الجرانيت. عدد الحجاره اللي فيه 2,700,000 حجره، واصغر حجره وزنها 2 طن يعني 200 كيلوغرام، واكبر حجره وزنها 15 طن. وهذا هنايا هو التابوت اللي راهو يحكيو عليه. داروه كتمويه، ماهوش هذا هو التابوت الحقيقي تاع الملك تاعهم. راهو فارغ ما فيه والو. هذه الغرفه الوحيده اللي كاينه هنايا، كاينه فتحه اخرى الفوق بس انا كتب لهذا المكان. تدخلوا هنا جماعه اللي عندها ضيق تنفس ما ننصحكمش ما تنفسوش بزاف. الحراره كانت عاليه، المكيفات ما كانت شغالة، لهذا كان لازمنا نخرج بسرعة. وأخيرا عدنا إلى النعمة.
خليني نشم صوت تجربة مليحة بصح فيها ريسك كون يبداو الناس كي يتبانيكا ويخافوا في وسط الطريق تتغلق. شوفوا معايا المدينة تاع القاهرة من هنا بعد يبداو السكنات. شوف ليه حصلنا فيراري ولا مش فيراري كل خبرين نزلوا على روضة. صديقنا ماهر نظن انه عنده مشكلة مع الجمل تاعو، مشكلة تاع وزن. الله يصبر الجمل تاعك يا ماهر. جمل راكب جمل اي تلاك من ما حبيتش تجي دوكا تحك في راها اي نحك لك ها حتى الجمل خاصو الحنان. سكان البدوين اللي كانوا يسكنوا في هذه المنطقة كانوا يستعملوا الجمال ماشي. جربنا تجربة، خذينا بعض الصور امام الاهرامات. ابو الهول وحش اسطوري على غرار الاسد. كي تكملوا جولات الاهرامات كاينه حاجه لازمكم تشوفوها. ابو الهول اول شيء هو حارس الاهرامات، قالوا اكثر من 5000 عام. كان ابو الهول عباره عن قطعه حجريه كبيره ضخمه، كانت هذه القطعه الحجريه تعيق شكل هرم الملك خفرع. فكر المهندس انه ينحت هذه الصخره ويقدمها كهديه للملك خفرع. نحت جسمها جسم اسد وراس انسان، لان الاسد قديما كان يدل على القوه ويدل على الشجاعه، وراس الانسان تدل على الحكمه والعقل. اتجاه راسه ناحيه الشر، ناحيه مدينه الاحياء، ان الشمس كل يوم تشرق على وجه ابو الهول لتصبح عليه بيوم جديد وحياه جديده. شوفوا لهي كاين بزاف مطعم مقابلين ابو الهول والاهرامات. ملح مع الغروب تجي تشرب قهوه هنايا وعصير قاعده مع اصحاب تشوف غروب اسطوري مع الاهرامات. شوف هنا يقول لك اسعار ركوب الدواب لمده ساعه 600 جنيه للاجانب بالساعه و200 جنيه للمصريين. يعني لو انت عربي عارف كيفاش برك تنيغوسي معاهم وركب 200. موقع مصر الجغرافي مميز جدا، خلى العديد من الامم والحضارات تمر عليها وتخلي اثرها، ومسجد صلاح الدين ايوبي خير مثال عن وجود العثماني فيها. شو معي هذا المسجد؟ ما راناش في تركيا. هذا المسجد اسمه مسجد محمد علي باشا، موجود هنايا في وسط القاهرة. والمسجد ده موجود بداخل قلعة صلاح الدين الأيوبي. أول شيء القلعة دي اتبنت في عهد صلاح الدين الأيوبي، لكن صلاح الدين الأيوبي توفى قبل ما يكمل هذه القلعة، والقلعة دي اتبنت حفاظا على القاهرة من الغزوات الصليبية. استغرق حوالي 15 عام في بنائه. المسجد ده ليه تسمية أخرى وليه اسم آخر، مسجد الألابستر. لأنه مبني بحجارة اسمها حجارة الألابستر. هذا بيضة كاملة اللي تشوفوا فيها من هنا يا ودايرة كامل المسجد. شو الزخارف اللي فيه الفوق، السقف تاعو عالي وما فيش عرس من غير هذو الأربعة اللي هنا يا. وحنلاقي كمان في الأركان أسماء الخلفاء الراشدين، وخلي بالكم لو بصينا كمان في السقف حنلاقي إن في أنصاف باب كانت بتعمل حاجة اسمها صدى صوت وقت الصلاة. يعني مثلا لو قلنا الله علشان يقدر إقامة الصلاة. هذه هنا اسمها دكة المبلغ. بكري كي كانت عندهم رسالة حابين يبلغوها يجي يطلعوا فوق هذا ويلقيوها على الناس على المصلين هنايا. وهذاك هو المنبر القديم وهذا جديد. شوفوا معايا الساحة تاعو كيفاش مدايرة، قاعدة كيما المسجد الأزرق ومساجد تركيا اللي هي المايضة. وهنا كاينة ساعة، الساعة كانت هدية من فيليب الأول. وهنا من القلعة تقدروا تشوفوا القاهرة القديمة كاملة، منظر بانوراميكي. كاين مسجد ابن طولون، منكم ما كانش الضباب تشوف حتى الاهرامات الجيزة عليه. عايش مخدوم. هذا الفندق اللي راني فيه اسمه وورد تريد سنتر. كاين هنا واحد الدار فيها علم تاع الجزائر، كي سالت عليها قالوا لي ان هذيك الاقامه تاع السفير الجزائري. هذا الحي هنا تاع الزمالك حي راقي طلع على النيل، تقريبا كل المدن اللي كاينه هنايا تبنات على جنبه. نقدروا نقولوا هذا هو شريان الحياه تاع مصر. فيه بزاف ريستورانتس ملاح وفي ايضا تورز. الان راح نروح نجربوا التور في النيل. وما كنت شارف قبل النهار. القاهرة معمرة بالكوبريات اللي هما الجسور، نقدر نشبهها بسان بيتربورغ تاع سان بيتربورغ يتفتحوا. تاع هنا مانيش عارف اذا يتفتحوا ولا لا، ولكن يبانوا ما يتفتحوش. هذه اسمها رقصة التنورة، هي فن صوفي عنده طابع مميز وفريد. تقوم على الحركات الدائرية وتنبع من الحس الإسلامي الصوفي. القوارب تاع النيل يديروا شوز، لكن حاليا اصبحت رقصه تجاريه وموسيقتها اختلفت عما كانت عنه في الماضي. بصح اللي حيرني انه اكثر من نص ساعه وهذا يرقص ويدور وما داخش. انا عيني ضبوا وهو مازال. انا هذه ما فهمتهاش، لكن في بعض الشوز ماهيش مع العدد التقليدي تاعنا. انا طلعت هنايا شربت قهوه تاعي قبل المناظر اللي كاينه هنايا. سعر تاعها 30 دولار فيها الماكلة والتوصيل من الفندق وهذه الرحلة تاع النيل. والآن حنوقت أقوى حاجة في حلقتنا وأهمها. وصلنا هنايا، هذا المطعم عنده بزاف طوابق ومعروف أنه غني بالأطباق تاعو والأكل تاعو البنين، مطعم كابر. خلينا نشوفوه ونشوفوا المينيو تاعو كيش مخدوم.
كبير بزاف، قال لك فيه اكثر من 400 طاوله. في هذه الجهه هنا يطيبوا الملوخيه، مصر ومعروفين بالملوخيه، ياكلوها بزاف. هادو هنا الادوات، شوفوا معايا شو اللي راح يديروا. شوف شوف شوف، راح يمدها للناس. شو معي الساعة راي الوحدة، شو معي الغاشي الله يبارك لي كاينين، والراي 11 تاع الصباح. اوكي الان يبدا العرض تاع هذا المطعم. يلا يلا بسم الله. خبز يقولوا له عيش كبير الله يبارك، هذه توكل بزاف. الطاوله بدايه دائما يحطوا لك هذه السلطه، البيضنجان والطحينه اللي كليناها الصباح. شوف معايا جاب لنا هنايا الملوخيه، لان فيها بزاف مواد اللي يتخلطوا. هوب يا شوك سيحها والله عليك يا زيدان انت. قالوا لي بلي الملوخيه ايضا تتكل باذن القطه، يعني في مصر كل شيء باذن القطه. يا هكا ملوخيه بسم الله لاول مره. انا كليت ملوخيه في الجزائر كي كنت صغير، بس تشكليتها نوت باد، كنت حاسبها كيما تاعنا تكون على باليش فيها كي الحنه هكا. وبعد لحظات جاتنا اكله اخرى من خلف الستار شاعله بالنار. اوكي شوفوا معايا وجهنا مشعلين النار. علاه مانيش عارف. انا اصدقائي الاعزاء مرحبا، هذا محشي زيد مشكل زيد. اوكي هذه هنايا موزه، شوف كيفاش حطها، كانت طيب في هذاك الفخار. شوف الروز تاعها قاعد كيما تاع المندي. بسم الله 10 على 10، ما فيش الحار، ما هوش حار خلاص. نجيو الطرف تاع اللحم هذا نشوفوا اذا راه طايب مليح ولا لا. لا طيب. عنده هنا فارم فيها الابقار، فيها الكباش، يعني يذبح ويجي مباشره هنا للناس تاكل. هما العرب ياكلوا بيديهم، يديروا هكا ويهزوا الروز هذا يغمسوا كيما، صح نديروا نص ياكلوا هكا، نزيدوا معاه الروز بالمغرف. وهذه افضل حاجه راني ننتظر فيها. انا كي جيتها طيب خلاص كنت هذه اللي راح نستمتع بها هذه الليله. الموزه مقليه بدون عظم. وشو المكونات تاعها من فضلك؟ فلفل بصل وطماطم ولحم. ولحم هذه هنا. شو العجينه كيفاش يديروها؟ يحطوا فيها الماكله من هنايا، يحطوها مع بعضهم ويلفوهم طيبها في الفرن. شو معايا كيفاش تولي؟ راح يقص لنا الموزه المقليه. شوف 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 كي تفتح كيفاش يطلع منها الدخان. اوه نايس، في خضر صح؟ باينين بلي طابو مليح في الفور. شوف 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 سخانه كيفاش طالعه. انا سمحوا لي هذا الطبق عشقت فيه، فيه طعم تاع بهارات. جربت قبل الاكل تاع باكستان، بصح دار لي مصر بدات تديرو بلاصه كومبينيشن قوه، حاس وكانه كاينه حرب في فمي. طعم تاع اللحم البصله مخلطه، راهي مخلطه وخلاص. هذه هنا اسمها قنبله صبحي كابر. شوف راح يفرغوا دوكا الطاجين هذا. طرطقت القنبله في مصر في القاهره بالضبط. فيديو هذا اسمحوا لي راهم يشوفوا فيه جعانين ولا في وسط الليل لا غالب، واش راح نديروا؟ هذه هي هكا نجربوا هذه القنبله. هذا اللحم تاع الخروف، حاجه مليحه انه اللحم كي تشوفوه طايب. شوف بسم الله بزاف عجبني، متعه متعه ما شاء الله. ما هذا؟ جبشه الويسكي، أول مرة نشوفها ما في سلطة، شربوها بدل البيبسي، عقبوا بها الطعام. حارة، أول مرة نشرب مشروب حار. ما هي فرق بسيط بين بوكينج وموقع زورو مصر؟ زورو مصر تقدروا تحجزوا بالدينار الجزائري أو بأي عملة أخرى إذا كنتم من الخارج، بطاقة ائتمانية. أما الناس داخل الجزائر شبكة تاع وكالات منتشرة في كامل البلاد، تحجز وتتواصل معهم عن طريق الشات، راح يوصلوك بالوكالة الأقرب منك، تسدد بالدينار كاش. والسعر حيكون اقل مما هو بالدولار، اقل من البوكينج. مرات يعطيك سعر تاع فندق بعدها تحته يحط عليه التاكسز، التاكس ماهيش سعر هين. اما في موقع زورو مصر السعر نفسه ماهوش متغير، ومن غير التخفيض الاصلي في الموقع تلكم تخفيض ثاني، استعملوا كود خبيب باش تستفادوا من كثير من التخفيضات، وهكا تكون اقتصدت بزاف في رحلتك الجايه لمصر. جايين فيديوهات اخرى قويه، طيب باكستان نزلت المرتبه. انتظروني في الحلقه القادمه، واكتبوا لي في التعليقات واش راكم حابين تشوفوا من مصر، وش تعرفوا عليها؟